بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الحلقة السابعة من برنامج في أروقة رمضان. في يوم السابع من رمضان كانت أول صلاة جمعة في جامع تجاوز عمره الآن ألف سنة. لم يكن يتصور أحد ممن صلوا الجمعة في ذلك الوقت أن صلاتهم هذه ستكون واحدة من الصلوات المشهودة في التاريخ وستذكر بعد ألف عام. ولكن هذا الجامع العتيق انقلبت به الاحوال فمن بعد ما بناه الاسماعيليون لنشر مذهبهم مذهبهم الفاسد اذا به يصير معقلا لاهل السنه ومن بعد ما كان علماؤه فوق الامراء والملوك والسلاطين اذا بهم الان يعانون من جور الامراء والملوك والسلاطين تغيرت الدول والازمان وبقي الجامع العتيق في حفظ مصون انه الازهر وفي مثل هذا اليوم قبل أكثر من ألف عام من يعني ألف وثمانين عام كانت انطلاقة الأزهر وهذه الحلقة هي مختصر قصة الأزهر فكونوا معنا يقول أحمد شوقي في وصف الأزهر في قصيدته الشهيرة يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصر ومشى على يبس المشارق نوره وأضاء أبيض لجها والأحمر وأتى الزمان عليه يحمي سنة ويذود عن نسك ويمنع مشعرا الأزهر الشريف تاريخ عتيق تاريخ كبير تاريخ ضخم والأزهر الشريف منذ أن بني توفرت له من الظروف والأحوال ما جعله في المكان الأرفع يعني طبعا انتم تعرفون الازهر حينما بني بناه الاسماعيليون الفاطميون فحين بناه الاسماعيليون الفاطميون طبعا الدوله العبيديه الفاطميه التي كانت على المذهب الاسماعيلي نشات في المغرب يعني نشات في افريقيا التي هي تونس الان ثم تمددت الى الشرق وحين وصلت الى مصر واستطاعت ان تحتل مصر وان تبني القاهره جعلوا في القاهره هذا الجامع وسموه الازهر لانهم ينتسبون الى فاطمه الزهراء فلذلك جعلوا هذا الجامع هو الجامع الازهر وجعلوه معقلا لنشر عقيدتهم الاسماعيليه الباطنيه الفاسده. الفاطميون العبيديون كان يعني تميزه بامر فرضوا فيه بين الدول وهو انه طبعا انتم تعرفون الدول تقوم باعتبارها دعوه يعني هناك فكره تجمع حولها انصار وصار لها تنظيم وبدات تحصل على الشوكه والقوه ثم بدات تغالب السلطه القائمه هذه عاده الدول فهذا التنظيم الدعوي والذي يتحول إلى تنظيم حركي هو الذي يتحول إلى دولة حين يتحول إلى دولة الأصل فيه أن الدولة تتولى مهمة الدعوة ومهمة يعني نشر الفكرة ويختفي التنظيم الدعوي العبيديون لم يفعلوا ذلك العبيديون حتى بعد وصولهم إلى الدولة كانوا يحتفظون بتنظيم الدعوة وكان عندهم داعي الدعاة على كل حال فكان الازهر هو المعقل الذي يراد منه بث هذه الدعوه الإسماعيلية الفاطمية وطبعا هم ادعوا الخلافة ودخلوا في منافسة مع الخلافة العباسية وتمددوا إلى الشام وإلى الحجاز وأيضا تمددوا إلى العراق في فترة من الفترات وأزاحوا الخلافة العباسية لفترة بسيطة جدا ثم استطاع العباسيون يعني دعم سلجوقي فيما بعد أن يستردوا بغداد مرة أخرى القصد هنا أنه الفاطميون حين بنوا الأزهر ارادوا له ان يكون في المحل الارفع ولذلك فمنذ بدايه التدريس في الازهر توفر لعلمائه وطلابه من الامكانيات والنفقه والاهتمام الذي اسبغته عليهم الدوله ما جعله دائما يعني الجامع الاول ما بعد ذلك لما جاء صلاح الدين واسقط الدوله العبيديه الفاطميه عطل الازهر عطل الأزهر بمعنى أنه لم يجعله الجامع الأول أو الجامع الأكبر وإنما نقل ذلك إلى جامع الحاكم ولكن الأزهر صارت تدرس فيه بعض العلوم ف لكن لم يعد الجامع الكبير إلى أن أعيد بناء الأزهر وتجديده مرة أخرى بعد حوالي مئة عام في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ومنذ ذلك الوقت استعاد الأزهر مرة أخرى أنه الجامع الأكبر والجامع الأهم ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن هنا يجب أن نعرف أن الأزهر كما ذكرت قبل قليل توفرت له من الظروف ما جعله في المحل الأرفع الظرف الأول أنه كان تحت اهتمام الدولة الظرف الثاني هي ظروف تاريخية لأنه في هذا القرن السابع الهجري هذا القرن السابع الهجري حصلت موجتان تآكلا في تآكلت فيهما رقعة الدولة الإسلامية فصار من الشرق هناك موجة وعاصفة مغولية التي جاءت ووصلت ذروتها مع هلاكو حينما اجتاح بغداد وأسقط الخلافة العباسية وتمدد إلى دمشق حتى أوقفه المماليك في عين جالوت وعلى المساحه الغربيه كان ايضا هناك زلزال كبير وسقوط كبير للاندلس وحواضرها الكبرى يعني قرطبه واشبيليه ومرسيه هذه الحواضر الكبرى انما سقطت في نفس هذا القرن السابع الهجري فاحنا عند منتصف القرن السابع الهجري كان ترافق امران الامر الاول انه مصر صارت هي عاصمه الخلافه بعدما سقطت الخلافه العباسيه في بغداد وبالتالي لجأ اليها يعني المسلمون الفارون من من كل مكان فصارت مصر تتمتع تحت حمايه المماليك بالامن وممن فر اليها علماء المشرق وعلماء المغرب فعلماء المغرب والاندلس وكذلك علماء المشرق الذين جاءوا من بغداد وما وراء بغداد جاءوا الى الازهر فالازهر هنا صار موجودا في عاصمه الخلافه وقدمت إليه أفواج من العلماء النازحين وبالتالي صار معهدا علميا ضخما وكبيرا القاهرة حين صارت عاصمة الخلافة العباسية كانت مشهدا عظيما إلى درجة أن ابن خلدون يسأل شيخه أنه قلت له كيف كانت هذه القاهرة قال من لم يرها لم يعرف عز الإسلام وابن خلدون نفسه جاء الى القاهره وسجل هذه الفقره البديعه يقول فيها فرايت حاضره الدنيا وبستان العالم ومحشر الامم ومدرج الذر من البشر وايوان الاسلام وكرسي الملك تلوح, القو... تلوح القصور والاواوين في جوه وتزهر الخوانق والمدارس والكواكب بافاقه وتضيء البدور والكواكب من علمائه قد مثل بشاطئ النيل نهر الجنه ومدفع مياه السماء يسقيهم العلل والنهل سيحه ويجنى اليهم ويجني اليهم الثمرات والخيرات ثجه ومررت في سكك المدينه تغص بزحام الماره واسواقها تزخر بالنعم وما زلنا نتحدث بهذا البلد وبعد مداه في العمران واتساع الاحوال ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا واصحابنا حاجهم وتاجرهم في الحديث عنه. سالت صاحبنا كبير الجماعه بفاس وكبير العلماء بالمغرب ابا عبد الله المقري مقدمه من الحج فقلت له كيف هذه القاهره؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الاسلام. الازهر في بلغ يعني أوجه في العصرين المملوكي والعباسي المملوكي والعثماني هذا البلوغ قلنا لكم أنه أولا كون أن مصر صار القاهرة صارت خلافة صارت عاصمة الخلافة الإسلامية وكونه أنه تدفق عليها علماء من المشرق والمغرب والأمر الثاني أنه هاتان الدولتان المملوكية والعثمانية دولتان عسكريتان وهما باعتبارهم اجانب او طراء يعني لم يكونوا من اهل البلد هذه الدول العسكريه كانت تحرص على ود الشيوخ وكانت تحرص على انشاء الاوقاف يعني في الواقع الدوله المملوكيه والدوله العثمانيه هما اكثر الدول التي نشات في ظلها الاوقاف بعضها لان هذا هو الطريق الذي تجتذب به الرعيه ويحسن به السلطان صورته وبعض ذلك لأن هذا هو الطريق الذي يتودد به إلى العلماء الذين صاروا القوة الاجتماعية الأولى في البلد لأن هذه الدول عناصرها هي عناصر تركية وشركسية وهي عناصر أجنبية عن أهالي البلاد فبالتالي كانوا يتوددون إلى العلماء والأمر الثالث أنه ما, ما كان في الدولة المملوكية والعثمانية من انقلابات سياسية جعل المماليك والولاه يحاولون ايقاف بعض هذه الاملاك الاوقاف يجعلونها اوقافا للانفاق على يعني وجوه الخير والعلماء والمساجد والمدارس وبعضها يجعلونه اوقافا على اهلهم وذريتهم خوفا من ان تتقلب بهم احوال السياسه وان ينكبوا مره اخرى. فهذا كله ساهم في ارتفاع الشان الاجتماعي وارتفاع النفوذ الاجتماعي للعلماء لان الاوقاف كثيره الاوقاف تنفق على المساجد والمدارس والعلماء وطلبه العلم والساسه عسكريون ليسوا متدخلين في شان العلم والساسه تتقلب بهم الاحوال وبالتالي صار هذا كله مما يصب في صالح علماء الازهر بعد الفاصل نواصل إن شاء الله رحلتنا مع انطلاقة الأزهر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا إليكم في استعراض رحلة الأزهر. آه ذكرنا انه الازهر الازهر تمتع بما لم تتمتع به المعاهد الدينيه في الشرق ولا في الغرب لانه كان تحت ظل السيوف والحمايه المملوكيه والعثمانيه وهذه السيوف المملوكيه والعثمانيه بقدر ما حمت الازهر ووفرت هذا الامان فانها لم تتدخل في عمله وبالتالي ساعدت الظروف التي جعلت من آه من الدوله المملوكيه والعثمانيه دول عسكريه في ان هذه النخبه العسكريه لم تستطع التوغل في المجتمع، وأصلاً النظام النظام السياسي الإسلامي يجعل السلطة محدودة الصلاحيات، فكانت السلطة المملوكية والعثمانية باعتبار أنهم أجانب ليسوا من أهل البلد، وكذلك لأن الصلاحيات الموجودة والمعتادة والمستقرة في النظام الإسلامي لا تسمح لهم بالتدخل في أمور العلم كل هذا مما جعل العلماء اندادا للسلطان، فلذلك سنجد في فتره الدوله المملوكيه والدوله العثمانيه ان الازهر بلغ اقصى طاقته في قدره العلماء على تحدي الخلفاء، يعني مثلا اول الخلفاء العباسيين في القاهره وهذا هو الحاكم بامر الله. هذا الرجل لما عهد بالخلافة لابنه من بعده اللي هو آه يعني أول خليفة عباسي بالقاهرة أراد أن يعهد بالخلافة لابنه من بعده السلطان المملوك الناصر بن قلاوون لم يمضي هذا الأمر إلا بعد أن راجع قاضي القضاة قاضي القضاة في ذلك الوقت هو الإمام ابن دقيق العيد الفقيه والأصولي المشهور ف هنا حين تجد ان قاضي القضاء هو الذي امضى عقد البيعه او عقد ولايه العهد من خليفه لابنه تعرف الى اي مكان كان فيه شان العلماء وبالتالي بالفعل لما امضاه تسمى ولده بالخلافه وتولى الخلافه من بعده وهو الخليفه المستكفي بالله في مرات اخرى ستجد انه علماء الازهر من المذاهب الاربعه طبعا الازهر درست فيه المذاهب الاربعه السنيه كلهم وقفوا وتحدوا رغبه السلطان الغوري في رجم رجل وامراه زنايا وانا طبعا اتي لكم بهذا المثال لانه مثال بسيط فستجد كيف ان العلماء تصدوا له طبعا هي هذه المساله كانت قضيه راي عام في ذلك الوقت يعني من يتابع احداث هذه القصه يعرف انها كانت قضيه راي عام لكن المهم انه رجل وامراه زنيه ثم رجع الرجل عن اقراره، يعني بعدما اقر رجع عن اقراره لكي ينجو من الحد. فلما يعني لما جمع السلطان العلماء قالوا بانه مذهب الشافعي وهو المذهب السائد في مصر انه رجوع الرجل عن الاقرار يمنع عقوبته. وهذا هو مذهب الشافعي. با فالسلطان لم يصدق يعني حادثة كانت تشبه الفضيحة عرفها كل الناس الرجل أقر ومع ذلك تراجع عن إقراره خوفا من الحد لما عرف أنه إن تراجع ارتفع عنه الحد بعد أن كان قد نوى يعني قتلهما وإمضاء الحد فالعلماء قالوا له إن قتلتهما تلزمك ديتين عنهما وبالفعل لم يستطع السلطان الغوري يعني على قوته وسطوته أن يخالف رأي العلماء وبالفعل مضى رأي العلماء من المواقف الأخرى التي يمكن أن نذكرها كذلك هو تصدي العلماء لمحاولات السلاطين الاستيلاء على الأوقاف فحين احتاج سواء الغوري أو حين احتاج فيما بعد السلطان العثماني يعني تعددت المواقف التي احتاجت فيها السلطة ان تاخذ من اموال الاوقاف او ان تفرض الضرائب مع ذلك لم يستطع احد قبل هذا العصر الحديث ان يستولي على امور الاوقاف فكان دائما ما تجد العلماء علماء المذاهب الاربعه يتصدون لرغبه السلطان المملوكي او يتصدون لرغبه الوالي العثماني ورغبه السلطان العثماني من خلفه ان يستولي على امور الاوقاف وكان غايه ما سمحوا به لبعضهم في بعض الاوقات انه ياخذ من الاموال التي اوقفت بالحيله والظلم على الاولاد يعني كانوا المماليك حين يوقفون على اولادهم كما قلنا تخوفا من انقلاب الاحوال عليهم الأوقاف التي أوقفت بالحيلة هي فقط الأوقاف التي سمح هؤلاء العلماء بأخذ أموالها بينما كل ما أوقف على وجوه الخير لم يسمح العلماء بالاقتراب منه ولا بالمساس به وهذا أمر متكرر وأحيانا كان, كان السلطان يجد يعني كان هذا يكرر ما نفذه العز بن عبد السلام في مرحلة اللاحقة أنه لا يمكن أن تمتد يد السلطان إلى أموال الأوقاف قبل أن يؤخذ ما عند الأمراء يعني لا تمتد يد السلطة إلا قبل أن نستصفي ما عند الأمراء من الأموال الزائدة وساعة إذن يمكن أن يفتوا له بأخذ بعض أموال الأوقاف لمعالجة هذه الضرورات والنوازل والحروب التي كان يحتاجها ويكون هذا لفترة مؤقتة أيضا حتى عند نهاية العصر المملوكي وقبيل الحكم العثماني لما استطاع العثمانيون قتل السلطان قنصوة الغوري لم تنعقد السلطنة في مصر لطومان باي إلا على يد الشيخ أبو السعود الجرحى فهذا أيضا ينبئك كيف كان المشايخ هم المرجعية العليا وهم الذين يتولون أمر البلد بعد هزيمة السلطة السياسية وبالفعل لم تنعقد هذه السلطنة لطومان باي إلا على يد الشيخ الشيخ أبو السعود الجرحى كثير من هذه المواقف التي يمكن ان نطالعها في كتب التاريخ ونرى فيها قوه العلماء ونفوذهم بل حتى انه علي بك الكبير وهذا من المماليك الكبار وكان صاحب اكبر واقوى محاوله لاستعاده النفوذ المملوكي من العثمانيين واستقل بمصر وسيطر على الشام هذا علي بك الكبير الذي كان سلطان مصر والشام هذا الرجل لم يكن يستطيع ان يدخن امام الشيخ علي العدوي الصعيدي لانه يعرف ان الشيخ علي العدوي يرى التدخين حرام وكان الشيخ علي العدوي يدخل في اي مكان حتى لو كان من اماكن الامراء فيكسر ما يجده من اله الدخان وكان يحترمه ويقدره ويسعى في طلبه ويشفع لمن اراد الشيخ ان يتشفع فيه وهذه قوة كبيرة في عهد السلطان مثلا سليمان القانوني سليمان القانوني هذا كان أقوى سلطان في عصره وكان أحد ولاته على القاهرة في ذلك الوقت هو داود باشا داود باشا هذا كان رجلا خيرا فاضلا ومحبا للكتب ومحبا للعلماء ومع ذلك لما جاء داود باشا وقف له شيخ الأزهر شهاب الدين الصنباطي وقال له إن ولايتك لا تجوز لأنك عبد كان داود باشا في ذلك الوقت عبد مملوك للسلطان سليمان القانوني على النظام الذي كان معروفا في الدولة العثمانية ولما كاد داود باشا طبعا داود باشا كوالي لم لم يستوعب ان يحاول رجل ان يزيله من مكانه وهو الوالي على اهم ولايه لاكبر سلطان في وقته فكاد أن يبطش بالشيخ فوجد الجنود العثمانيين يعني جنود داود باشا هم من وقفوا له ومنعوه وقالوا له هذا شيخ الإسلام الإمام فلم يجد إلا أن يرسل بما حصل للسلطان سليمان القانوني والسلطان سليمان أرسل يعني رقعة فيها عتق داود باشا وأرسل معه شكرا للشيخ شهاب الدين الصنباطي وبذلك صحت ولاية داود باشا واوصى سليمان بعد ذلك الا يولوا على ارض مصر الا حرا المواقف تكثر وهي منتشره في الكتب التي تناولت تاريخ الازهر ولكن لكي نفهم لماذا كان الازهر قويا يجب ان نستحضر هذه الدوافع التمتع بالامن في ظل الدول القويه وجود الاوقاف الكثيره واستقلال العلماء كذلك وجود السلاطين الذين فيهم تدين وحتى كان الفاجر منهم لا يستطيع ان يعتدي على مقام العلماء لما كان للعلماء من قوه ومن نفوذ ومن استقلال مادي ومن مكانه اجتماعيه اما انحطاط الازهر فهذا لم يبدا الا مع الحمله الفرنسيه الحمله الفرنسيه حين جاءت الى مصر فانها ذهبت الى زرع التحديث زرع العلمنه انشاء الدوله الحديثه محاوله تطويع الازهر بل تطويع كل الفعاليات والحالات الاجتماعيه لتكون تحت ظل الدوله تحت ظل السلطه فبدايه من تجريد الناس من السلاح الاستيلاء على الأوقاف وجعلها من أموال الدولة، احنا لكي نستوعب ما كان حاصلا الأوقاف التي كانت موجودة في مصر كانت تتراوح تقديراتها بين 40% من الأرض وثلثي الأرض، يعني 40% من الأرض الزراعية المصرية كانت موقوفة وفي التقدير الآخر 66% ثلثي الأرض يعني السلطه لم تكن تسيطر الا على ثلث او ثلثي المال الموجود في كل الدوله وهذا امر ضد منطق الدوله الحديثه التي نعيش فيها والتي اسس لها الاستعمار في بلادنا ان الدوله هي التي تكون لديها كل الامكانيات وكل القدرات وتاثر بلا شك الازهر الشريف او يعني حصلت بدايه هذا التاثر حين حاولت الحملة الفرنسية أن تجعل شيوخ الأزهر تابعين لسلطة الدولة وأنشأت منهم المجلس أو الديوان لكي يكون هذا الديوان هو المؤثر على مشيخة الأزهر وعلى يعني طبيعة الأزهر، طبعاً الحملة الفرنسية وجدت مقاومة هائلة ولم تبقى إلا ثلاث سنوات في مصر فبالتالي فشلت في هدفها، لكن في حقيقة الأمر الذي فشلت فيها الحملة الفرنسية نجح فيه الطاغية الجبار محمد علي باشا محمد علي باشا الذي ولاه ولاية مصر هم شيوخ الأزهر مع الفوضى التي حصلت بعد الحملة الفرنسية شيوخ الأزهر كانوا هم القوة الوحيدة الموجودة في المجتمع ولا يستطيع الجنود سواء المماليك أو العثمانيين أن يتجاوزوا هذا المقام واستطاع شيوخ الازهر بالفعل ان يعزلوا الوالي العثماني خرشد باشا وان ينصبوا محمد علي باشا. ومحمد علي باشا تخادع للعلماء وخادعهم حتى استطاع ان يحوز يحوز ثقتهم وتولى بامرهم، ولكنه منذ ذلك الوقت بدا في تنفيذ هذا المشروع الذي حاولته الحمله الفرنسيه. الاستيلاء على الأوقاف، جعل كل الأوقاف تابعة للدولة إلا لمن كان عنده رقعة تؤكد أنه قائم على وقف، طبعا هذا في زمن لم تكن فيه مسألة التوثيق مسألة يعني حاضرة ولا هي بيد كل الناس، الأصل أنه من؟ وضع يده على ارض دون ان ينازع فيها فان دعواه مصدقه، لكن محمد علي قال انا سانفق على المساجد وعلى اوجه الخير، وبالتالي استولى على الاوقاف، بث الفرقه بين المشايخ، يعني لعب على تبغيض بعضهم لبعض وعلى ان يجعلهم متنافسين على المناصب، وهو اول من تجرا على تعيين شيخ الازهر، كان شيخ الازهر قبل ذلك ينتخب من بين العلماء. شيخ الازهر في عهد محمد علي باشا ربما انتخب العلماء شيخا فرأى هو ان يعين غيره. مع انهيار المكانه الاجتماعيه ومع انهيار الاستقلال المالي عند الازهر ومع وجود منصب شيخ الازهر الذي يعني احدث نوعا من التنافس بين المشايخ، والحقيقه هذا خطا هو صحيح خطا غير مقصود من الدوله العثمانيه، الدوله العثمانيه كانت تحب ان تنظم كل الحالات الاجتماعيه، يعني لا تترك ظاهره هكذا دون مأسسه. والمأسسه هذه فخ، لان المأسسه تجعل الحاله الاجتماعيه السائله حاله ممسوكة لها زمان تستطيع السلطة أن تتحكم فيه فبالتالي منذ أن نشأ منصب شيخ الأزهر نشأ معه نوع من التنافس بين المشيخة على بين الشيوخ على المشيخة وبالتالي ينشأ نوع من التقرب إلى السلطان أو إلى الوالي هذا الأمر استمر حتى وصل في عهد محمد علي إلى أنه كان يستطيع أن يبث الفرقة بين المشايخ وبالتالي استطاع ان يعين هو شيخ الازهر من بعد ما كان مستقلا فيما بعد ذلك في عهد حفيده الخديوي اسماعيل بدأ تعيين شيخ الازهر وعزل شيخ الازهر ثم جاء الاحتلال الانجليزي واخذ في اضعاف الازهر وفي يعني نزع الصلاحيات والسلطات منه ثم ختمت بهذه الحقبه العسكريه التي ادت بهذا الازهر الى الحضيض نسأل الله تبارك وتعالى كما نتكلم الآن عن انطلاقة الأزهر أن نعود من جديد ونشهد انطلاقة جديدة للأزهر الشريف بعد أكثر من ألف سنة من تأسيسه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته